هل في فرق بين تأديب ربنا لينا والتجارب؟ ولو في فرق نميزهم إزاي؟ ممكن تكون التجربة اختبار إيمان، وممكن تكون التجربة تخلي من الله لي أنا عشان أحس إن أنا كنت قد إيه غلطان. بس الإنسان الروحي ما بيبحث في الأسباب. يعني واحد جاله سوري كانسر، فأقول يا ترى الكانسر ده عشان كنت باكل عيش محمص ولا عيش مقمر؟ أنا عاوز أعرف قوي فرق معايا المعلومة دي، ولا كنت أنا إيه سبب الكانسر؟ ها إيه سبب الكانسر؟ جه الإنسان العاقل يقول لك إيه؟ أتعالج إزاي؟ وامتنع عن إيه وأعمل إيه؟ صح. تصور أنا بقى شغلني قوي، أقول لك أنا مش هروح الدكتور ولا أتعالج، أنا ما أعرف السبب. أنا شخصية لازم تعرف الأسباب. بصرف النظر التجربة تأديب أو التجربة امتحان إيمان زي ما حصل مع إبراهيم أو التجربة للتزكية، مش هو ده اللي هيفرق معنا. الإنسان الروحي لما بيكون في تجربة بيفكر في حاجتين ثلاثة، نمرة واحد الصلاة، نمرة اتنين التوبة، نمرة ثلاثة التناول. ما بيفرقش، ما بنحللش. يعني أنا مثلا اتزحلقت في قشرة موزة ورجلي اتكسرت، فأروح لأب اعترافي أقول له عاوز أسأل سؤال، قشرة الموزة دي حاططها الشيطان عدو الخير ولا واحد من الجيران رماها؟ ده السؤال ألف. ب، يا ترى ده بسبب أعمالي الرضية ولا امتحان للتزكية ولا عشان أبقى موديل للقداسة وتحتمال التجربة؟ ما أنا مش عارف. يفرق في إيه؟ قوم شيل الموزة، ده لو قادر يعني، قوم شيل القشرة وتوب وصلي وتناول. فخلونا يا جماعة عمليين، أوقات بنسأل ليه؟ ما فيش إجابة، مش عارف أجاوب.